جينا باش نربحوا نحن، ما جيناش باش ناخذوا نقطه، وكنا افضل من الفريق المنافس. شفنا في اول مقابله معناها رجوع ما فماش ميزفروا حتى حد، الناس كل راتوا في الملعب اليوم ماهوش رجوع نتاع علي البريكي، كان ينجم يبدل المقابله، كنا نجم نسجلوا ناخذوا الاسبقيه وهما ما نجموش يرجعوا. كان خذينا نحن الاسبقيه، رانا مركينا الثاني ورانا ارتحنا على المقابله. الحمد لله ورينا معنا ريكسيون نتاع الرجال، حابين نوريو الملاعبين نتاعنا الرجال نحن نربحوا في التيران ما نربحوش برا من التيران. ورجعنا قداش من مره رجعنا في المقابله، ضربه جزاء واضحه كيف ضربه جزاء ما فيها فماش واحد ما يزفرهاش نتاع حمدي النقاز، وكيف كيف ما يعطيهناش. ومن بعد يجي الهدف الحمد لله، نحن وريناهم لطوال الرجال وطول عمرنا نحن نشرفوا نربحوا بشرف. ما نحبش نشوف يلزمنا نحب نشوف لي رالونتي. يعني حكيت لك انا الحوايج اللي اني متاكد منهم في المقابله، من بعد رالونتي تنجم تبدل. كنا افضل من الفريق المنافس وفما ربي في الوجود. معليش علاش ياخذونا نتاعنا؟ ياخذونا نتاعنا عملوا اللي حب ياخذونا نتاعنا سنين، حرام عليهم. باذن الله بطبيعه الحال شفنا مقابله، شفنا حب المريول معناها في الملاعبيه. نحب نقول لهم نشكرهم ونقول لهم راكم كنتوا رجال برشا، وشرفتوا الجهه كامله وشرفت كل ايتواليست في العالم هذايا، كنتوا في مستوى ويعطيكم الصحه. ونحب نشكركم والجمهور، نقول لهم يرحم والديكم يعطيكم الصحه، زاد انتم وقفتكم معنا. راي الايتوال عيله كبيره، نحن فريق كبير، لحمه واحده، كل مسؤولين، كل ملاعبيه، كل جمهور، كل اي واحد يخدم في الايتوال، كلنا مع بعضنا والحمد لله يا ربي.